المادة 126 هي مادة الردة في القانون الجنائي السوداني، وهي تنص على أن كل مسلم أو مسلمة يخرج عن الإسلام أو يجاهر بالخروج عنه يعاقب بالإعدام. أنا شخصيا لي قصة مع المادة 126. أنا في 2017 تم القبض علي بموجب المادة دي، وقعدت في قسم الشرطة لمدة 5 أيام، واجهت خلال ما واجهت حتى تم معاملتي بأسوأ معاملة، ومنع مني كل الزيارات، وحتى مقابلة المحامي ما سمح لي بها، وقضيتي يعني حصل لها صدى إعلامي ومناصرة بموجب الضغط بتاع منظمة المجتمع المدني والإعلام. تم إطلاق سراحي في بعد 5 أيام من تاريخ إلغاء القبض عليه. تشهد الحريات الدينية في السودان أوضاعا متدهورة منذ تطبيق قوانين سبتمبر من قبل الرئيس الأسبق جعفر محمد نميري، وخلال الفترة التي أعقبت حكمه في الفترة الانتقالية 1985 والحكومة الديمقراطية الثالثة 1986-1989، كما شهدت تدهورا مريعا خلال حكم نظام الجبهة الإسلامية القومية وعمر البشير، صاحبته العديد من لحظات التقدم والتراجع. أطاحت ثورة ديسمبر بنظام الجبهة الإسلامية القومية وعمر البشير في 2019، وشهدت الفترة الانتقالية المنقلب عليها العديد من الإصلاحات في ملف الحريات الدينية، ولكنها يرى العديدون أنها كانت غير كافية لخلق تغيير مستدام، الأمر الذي اتضح جلياً بعد انقلاب 25 أكتوبر، والتي تراوحت بين نبش للقبور، محاكمات بتهم الردة، والتحرش بالكنائس والقساوسة، انتهاء بإضرام النيران في أحد الكنائس شرق السودان. المجهودات التي بذلت خلال الفترة الانتقالية أعتقد أنها ليست كافية، وبمعنى يعني إذا أخذنا كمؤشر يعني أنه التعديلات تمت في 2020 بإلغاء حد الردة مثلا، أو تعيين شخصي مسيحي في مجلس السيادة، في دي كلها مسائل شكلية، لأنه يعني حتى التعديل بتاع بعد إلغاء المادة 126 اللي حد الردة هي كان قصدها الاستهلاك للعالم، يعني ما كانش في إرادة سياسية حقيقية إنه تكون في حرية دينية. لغينا المادة 126. الشارع لما قام كان ضد الإنغاز وضد استغلال الإنغاز للدين في إنها يكون تستغل به الشعب، والعنف الكون كان قايم كله قايم مؤسس على فهم ديني. فكان المتوقع من الحكومة بتاعت الفترة الانتقالية تعرف المشكلة وتجتسها من البداية، والمشكلة أساساً قائمة في تأسيس حكومة دينية قامت على التسلط على الشعب السوداني. الجدير بالذكر أن الدعوة للحريات الدينية تعزز من حماية حقوق الأفراد والمجتمعات، وتدفع في المحصلة نحو إنجاز التحول نحو الدولة المدنية الديمقراطية التي تعتبر فيها المواطنة هي أساس الحقوق والواجبات. وهنا لا بد من تفعيل دور المجتمع المدني والإعلام لتحريك المجتمعات. الدور الأساسي التي يجب أن تقوم بها القيادة السياسية والمجتمع المدني في دعم الديمقراطية وخطاب الحريات الدينية في الإطار القيادة السياسية، على القيادة السياسية القيام بإصلاح المؤسسات، وأعني المؤسسة القضائية بالإضافة إلى المؤسسات التنفيذية، خاصة
وزارة الشؤون الدينية والأوقاف والتخطيط العمراني والمرافق العامة لارتباطها الوثيق فيما يتعلق بالقضايا التي عندها علاقة بالحريات الدينية وبدور العبادة الخاص بالمسيحيين في السودان. دور المفترض يقوموا به السياسيين والمجتمع المدني عشان من أجل تعزيز الحريات الدينية، أول حاجة لازم تكون المفهوم بتاع حقوق الإنسان وبتاعة مسألة الحريات عموما يعني مضمنة في برامجهم الحزبية. للأسف في كثير من الأحزاب بتمثل الحاضنة للفترة الانتقالية هي في نفسها أحزاب شمولية، يعني ما بتؤمن بحقوق الإنسان ولا بتؤمن بالديمقراطية ولا بتؤمن بالمسائل دي. تتعدد الآراء والمقاربات، إلا أن الفاعلين وأصحاب المصلحة يكادون يجمعون على أن المزيد من المجهودات يجب أن تبذل في سبيل تعزيز أوضاع الحريات الدينية ومواجهة خطاب الكراهية الذي يهدد تماسك النسيج الاجتماعي السوداني الذي يعاني من الهشاشة وآثار ما بعد الحرب.